ما يصير يعني انه نعم. شخص يكون اكثر، حتى بورقة الاصلاح اللي قدمها الكاظمي ورقة بيضاء، ما يصير الشخص يكون منصبيا هو هذا العدالة والاستحقاق. نعم. فأنا ما اريد اصير يعني مدرب وعمل اداري، هذا شوي صعب. زين اليوم التحرك والكلام حديث الكابتن درجال قال راح نحاول، والسيد الكاظمي وعد انه بحل المشكله وراح يصير تحرك حكومي، هل تعتقد هذه الامور جاده؟ يعني هل سترى النور قريبا حسب انت ما موجود بالوسط وتشوف واي وعود كانت تطلق سابقا؟ والله انا اذا اتكلم عن نفسي انه يعني قبل فتره التقيت بالسيد رئيس الوزراء، عندنا موضوع كان وتكلمنا على نادي الطلبه. نعم. وقال راح ادعم نادي الطلبه، ولحد الان ما دعمنا درهم واحد يعني صراحه. ما تحدث وياه؟ ما تحدث يعني هو يعني ويا وزاره التعليم العالي على الاقل؟ لا هو يعني كان موضوعنا انه احنا يعني جلسه عندنا كانت. نعم. وهو ذكر نادي الطلبه وقال نادي صعب ووضعه صعب وراح اساعد النادي، لكن ما تحقق اي شيء. انا لا اعرف الكاظمي طلابي. هو يشجع الطلبه من محبي يعني نادي الطلبه. هو يمثل كل الانديه العراقيه لان كل الانديه مطلوبه، الزوراء ايضا يحتاج لهم دعم، الانديه اللي اليوم لها رصيد بالشارع الرياضي. نعم. لكن الوعود بعض الأحيان مرور الوقت وانتخابات وبشهر العاشر، فما لازم شيء فوري يكون. نعم. أما إذا يعني تعبر أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة راح تنسي. نعم. زين كابتن، أنا أريد أسألك على موضوع، أنت يعني مدرب معروف وقدت المنتخب الشباب لفترات طويلة، زيارتك للكاظم قال انت قلت عندنا موضوع، هذا الموضوع شنو كان للحديث عن شنو؟ انت والكابتن شرار حيدر كان موجود، وايضا يعني كل واحد يتكلم عن موضوعه. كابتن شرار عنده بعض المواضيع واحنا عندنا يعني انت رحت على مود نادي الطلبه؟ من حقنا لا انا رحت بصفتي رياضي. نعم. ومن حقي يعني مواطن عراقي اكيد من حقك ازور اي شخص اكيد، ومساله طبيعيه يعني. اكيد هي مساله طبيعيه اكيد. لكن خلال يعني الحديث كان موضوع على نادي الطلبه، على نادي الطلبه، هو نادي الطلبه يعني يستاهل انه واحد أكيد. شخص نعم. احنا كنا فعله ويتكلم عنه، وتمنيت انا انه يعني نحقق شيء نادي الطلبه من خلال الزياره. تعرف نعم. المسؤول الزياره تكون صعبه، فما يعني ما قدرنا يعني ما تحقق شيء لحد هلا.